تتصل علي أخت مغسلة، مغسلة تغسل الأموات، لتستفتيني في مسألة استشكلت عليها أثناء الغسل لامرأة عادية في قرية من القرى. فتقول لي الأخت الفاضلة: يا شيخ أنا أمام موقف غريب. تفضل يا أختي. قالت: المرأة يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها، ولا نستطيع أن نفصل اليد اليمنى عن اليد اليسرى، لا نستطيع أبدا. قلت: سبحان الله، سلي أهلها يا أختاه، كيف ماتت؟ قالت لي: ماتت وهي قائمة تصلي، يدها على صدرها، ماتت وهي قائمة تقرأ ما يسر الله لها من القرآن. قلت: ضعي، اترك الأمر على ما هو عليه، واقطعي الثوب بحكمة ورفق، واتركي يدها هكذا، لأنها ستبعث هكذا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا تستطيع، لا تستطيع أن ترفع اليد اليمنى عن اليد اليسرى، اتركيها هكذا. وإذ بها بعد ساعتين تقريبا تتصل بي مرة أخرى وتقول مسألة أخرى يا شيخ. تفضلي. قالت: الكفن، الكفن اللي أنا بكفن فيه هذه السيدة الفاضلة طويل جدا بصورة ملفتة. قلت: يعني طويل؟ قالت: فيه زيادة أكثر من متر ونص. الكفن معروف له قطعية معينة. تقول لي: الكفن زيادة أكثر من متر ونص، أعمل إيه؟ سبحان الله، اسأل أهلها كده تاني، خليني اديني أي حد من الأسرة. قالت: أنا سألتهم، فردت أخت هذه السيدة المتوفية الفاضلة أو المتوفاة، قالت: أصل أختي كان لها دعوة غريبة، سيدة عادية خالص، فلاحة زي أمي وأمك، فطرة طيبة النقية، فبتقول كانت أختي دي لها دعوة غريبة تدعو الله عز وجل في كل صلاة تقريبا. فقلت لها: إيه الدعوة دي؟ قالت: كانت تقول: اللهم استرني، اللهم استرني، اللهم استرني، واجعل كفني زيادة. زيادة تيجي الزيادة بالحجم ده؟ واجعل كفني انت فكرت في الكفن؟ انا فكرت في الكفن؟ انشغلت بالقضية دي؟ انشغلت بقضية الكفن والقبر؟ مش ممكن. فر إلى صفاء ونقاء الفطرة، إنما الأعمال بالخواتيم. شايف الصور المشرقة الجميلة دي؟